برضو دينا مجدي دلوقتي نعرف منها كل التفاصيل. يا دينا ازيك؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ازيك يا نوره؟ ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ منورانا. الحمد لله يا رب دايما في افضل حال. دينا برضو انا عايز اعرف منك كده بقى بالتفصيل وباستفاضه، يعني برضو موضوع التوعية عن ملخ الولادة، وانتي يعني ايه بالظبط اللي انتي شايفة انك عايزة تحاولي توصليه من خلال الحملة دي؟ خليني احكي لك من الاول. فضلي. انا ماما كان عندها سكر حمل. تمام. سكر الحمل ده المعروف ان هو بيملى الطفل مية. فبيزود الوزن بتاعه، فممكن بقى في اثناء الولادة يحصل ولادة متعثرة. فالاحسن ان اتولد ولاده قيصريه مش طبيعيه. المشكله اللي حصلت معاه ان انا طبعا اتولدت ولاده طبيعيه، انا كان وزني كبير جدا، يعني يعتبر 5 كيلو او 6 كيلو. وزن كبير قوي. كبير جدا. فكان المفروض اتولد قيصري مش طبيعي. بس الدكتور ولدني طبيعي فشدني، فقطع الاعصاب اللي موجوده في الرقبه اللي هي اسمها الذاكره العصبيه، دي موجوده في الرقبه بتغذي الجزء العلوي للايدين. الاعصاب دي لو اتضرت بيبقى هي مختلفه من شكل يعني مصاب لاخر، لكن لما بتتضر بتاثر على الايدين من حيث بقى الحركه والاحساس. اللي حصل معايا ان ماما وهي بتحميني بعد الولاده لقيت ايديا عايمه على الميه ومقلوبه 180 درجه، يعني كف ايدي على بره. مفيش تحكم فيها. ما فيش تحكم فيها خالص. فخافت وقلقت جدا، راحت ودتني لدكتور اطفال. دكتور اطفال لما شافني قال لي لا دي عندها ملك ولاده ولازم تروح لدكتور اعصاب. رحت لدكتور اعصاب قال ان الحاله دي لازم يتعمل لها علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي تهتموا بيه جدا وهي صغيره علشان الايدين تلف، وكانت قصيره جدا. فمع العلاج الطبيعي واهتمام بابا وماما بصراحه بيا خلى ان ايديا لفت وطولت شويه. وعملت طبعا جلسات بالكهرباء وعملت علاج طبيعي كتير جدا يعني في البيت وعند الدكتور. لحد سن مثلا 6 سنين او حاجه، هو 6 سنين كده وقفت خالص رياضه على اساس الدكتور ان قال لا خلاص هو كده احسن تحسن ليها. وفعلا كانت ايديا متحسنه جدا وكنت بعرف اعمل بيها كل حاجه وكانت ايديا كويسه جدا. بس لما وقفت رياضه خالص مع الوقت وقفت استخدامها رجع التيبس تاني في الايدين، فرجعت الايد تاني تبقى حركتها مش مظبوطه خالص، تقلت. فبدات ان انا بقى في صعوبه في التحكم في الايد. طبعا دخلت المدرسه بقى وابتدينا التنمر. طبعا ايديكي مختلفه، انت قصيره، ايديكي قصيره ليه؟ مع كل كلام بكلمه لاي حد لا هي انت ايديكي مالها، هو كتفك ليه نازل شويه، هو انت ايديكي، طول الوقت اسئله ايديكي مالها. لما بقول لهم حتى ان انا عندي ايه او انا عندي مثلا، يعني انا كنت عارفه ان اسم كده ملك ولاده، لما اقولها ما حدش بيفهم هو ازاي يعني كبيره وليه اسمها ملك ولاده. لكن هي اسمها الطبي شلل ارابي. اسمها ايه؟ هي الاصابه شلل ارب. اوكي. شلل ارب ده هي اصل دي اصابه، هي دي مش حاجه مثلا بتحصل في الولاده بس، لا ده ممكن تحصل لحد كبير في حوادث، سير مثلا. لو موتوسيكل اتقلب بحد او كده ممكن برضه تحصل اصابه. الاصابه دي بتحصل مع اي اصابه او اي حادث ان الراس تبعد عن الكتف فبتحصل الاصابه. فلما كبرت اكتر طبعا انا كنت سبب التنمر ده، كنت ما مش عايزه اواجه حد خالص، مش عايزه دايما بخبي ايدي. بس مع الوقت بدات احس اللي هو انا ليه بعمل كده؟ هو انا عامله حاجه غلط؟ بالعكس يعني انا ايدي فيها مشكله، حتى لو الناس بتسال ومش فاهمه طب انا افهمه ايه المشكله؟ ابتديت ايه يعني افهم الناس اللي حواليا. لما كبرت اكتر واتجوزت وجبت بيبي لقيت صعوبه خالص في التعامل معاه، مش عارفه اكله، مش عارفه اغيره ولا اشيله. ان انت خايفه يعني يتعرض لنفس الحاجه او تمسكيه بطريقه غلط؟ مش عارفه يعني اطراف التحكم نفسه. التحكم عندك انت. اوكي.
فقلت لا انا لازم ابحث تاني عن الموضوع وافهم بالظبط هي اصابتي دي ايه. فهمتها كويس جدا وعرفت ان هي بالعلاج الطبيعي واستمراريه الرياضه. يعني لو انا مثلا كنت خلاص وقفت علاج طبيعي لحد 10 سنين لو كنت مثلا نزلت سباحه نزلت حاجه تخليني استخدم ايدي غصب عني كانت الموضوع فرق معايا وفضلت قدرت استخدمها. فرجعت اعمل علاج طبيعي تاني لقيت ان ايدي لا بتتحسن لا دي بقت اخف بقت اقدر يعني اساعد نفسي اقدر اساعد ابني اغير له كده لقيت الموضوع اتحسن معايا. بس فلما حصل لي كده انا فكرت ان انا عايزه طيب اشوف هو الناس اللي زيي انا بشوف كتير ناس في الشارع زيي بس ما نفسي اتكلم معاهم. فبدات عملت جروب قلت ايه يعني ابتدي اطلع على التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عامه اتكلم عن القصه دي. اول حاجه كان هدفي ان انا واعي الناس اللي مش فاهمه اساسا يعني اول لما بقول لهم مالك ولاده او شال الارب ايه ده اللي انت بتقوليه ده انا اول مره اسمع الموضوع ده. فكنت عايزة أفهم الناس إيه الموضوع ده بالظبط وفي نفس الوقت إن أنا يعني أوصل للناس اللي زيي ندعم بعض بقى نفسيا نشوف إيه مين عمل إيه كانت نافعة معاه تبادل بقى خبرات. لما عملت كده اكتشفت إن كل اللي بيدخل الجروب أو بيدخل الجروب المبادرة أغلبه أمهات لسه جايبين طفل عنده برضه ملك ولادة. فالموضوع لحد دلوقتي بيحصل وكتير جدا منتشر يعني الموضوع منتشر جداً. معلش أنا عايزة أسألك سؤال يا دينا هو المفروض إنه دي حاجة معروفة يعني لأي طبيب بيولد إنه هو معروف إنه البيبي ما ينفعش إنه هو يتشد من أي من أي مكان غير راسه. فهل هو اللي بيحصل ايه يعني مثلا هل كلها بتكون ولادات متعثره ولا بيكون عدم تمكن من الطبيب نفسه ولا ايه الاسباب اللي تخلي فيه عدد كبير؟ هقول لك يا نوره هو في حالات معينه هو القيصريه دي معموله ليه يعني او اتعملت للطوارئ لان الحالات معينه اللي مثلا لو حوض الام ضيق فأي طفل هتجيبه حتى لو وزنه صغير دي يعني ممكن يحصل الإصابة فلازم الأم دي تولد قيصري. لو الطفل ده حجمه كبير أكبر من 3 كيلو أو كده ده المفروض يولد قيصري يبقى ما ينفعش بقى الطبيب يولد طبيعي لأن ساعتها ممكن يدخل في ولادة متعثرة وتحصل الإصابة دي. لانه هيتزنق كتفه هيتزنق في الحوض فلما الدكتور هيشده الاعصاب دي هتتضر. احنا باين معانا برضو على الشاشه الفيديو اللي يعني باين فعلا حجم الاصابه ممكن تحصل ازاي. وده فيديو طبعا مهم جدا ان هو يكون باين. طب انا بس عايز اعرف منك معلش يا دينا اخر حاجه سريعا هل يعني المفروض دلوقتي اي واحده دلوقتي هتولد يعني ازاي تعرف ان الدكتور مش هيعرض الطفل عندها لحاجه زي دي؟ يعني ايه دلوقتي النصيحه اللي انت شايفاها من خلال حمله التوعيه اللي انت عاملاها؟ اولا لازم يعني تهتم جدا بالمتابعه لازم تروح المتابعه وتشوف الدكتور بيقول ايه. لو قال لها ما تولديش انت حالتك مش هينفع تولدي طبيعي ولازم قيصري هو مش بيقول كده علشان يعني هو عايز كده لا في اسباب في دواعي لحاجه زي دي في اسباب ان هي تكون بتهتم ان تروح مستشفى ان هي ان دكتور اللي يولدها الحاجات القديمه بتاعت زمان دي دي ممكن تعمل تخلي الاصابه دي موجوده وكتير. فلازم اعرف يعني الموضوع مش اللي هو اروح لاي دكتور بيولد وخلاص والموضوع سهل وكلنا ولدنا زمان على ايادي دايات لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير. في حالات معينه ما ينفعش ولو السكر حمل لازم ارجع اقول للطبيب طب سكر الحمل ده لازم لغايه قبل الولاده انا بتابع وزن الطفل هيعدي من قناه الولاده ولا فيها صعوبه وتسمع كلام الطبيب. بص يا دينا اقول لك على حاجه بس نقطه صغيره في اللي انت قلتيه اكيد كل اللي انت قلتيه مهم جدا ولكن في بعض الاطباء للاسف ما بيحددوش ولاده قيصريه علشان
وضع البيبي، او عشان انه الولاده هتبقى صعبه، او عشان ما ينفعش تولدي غير قيصري. للاسف بقى في اطباء كتير قوي غير داعمين للولاده الطبيعيه، بالنسبه لهم القيصري اسهل والحاجات دي كلها. فقبل ما هي تسمع للدكتور بتاعها، هي لازم هي تكون مثقفه عن الحمل وعن الولاده، وعن لو عندها سكر حمل او عندها ضغط عالي او ايا كان ايه الكيس اللي هي فيها، تكون قاريه عنها كويس جدا، وتكون ملمه بكل الموضوع، وتكون ملمه كمان بحقوقها في الولاده قبل بس ما تسمع للدكتور. واكيد طبعا راي الدكتور مهم جدا، ولكن اللي هيفصل هنا هي معلوماتها. ما هو بالظبط، لو يعني لو هي لو عشان كده انا عايزه التوعيه دي تبقى تزيد، يعني الناس يعرفوا ان في اصابات بتحصل في ملل في الولاده الطبيعيه، مش الموضوع يعني لازم يبقى في رفع من التوعيه عن الموضوع ده. اكيد صح. دينا يعني بنشكرك جدا، والحمله بتاعتك حقيقي مهمه قوي، ويعني ان شاء الله كده تقدري توصلي لاكبر قدر ممكن من الناس توعيهم.